حنا اليوم ان شاء الله تعالى في الانطلاق ديال المؤتمر الوطني الرابع للجمعيه، اللي هي واحد المحطه تنظيميه اللي دابنا على تنظيمها خلال كل مرحله حسب القانون الاساسي ديال الجمعيه. هي محطه اللي كنجددوا فيها الهياكل ديال الجمعيه، واللي كنعاودوا بين قوسين تحاسبوا على المرحله اللي سبقت. فاليوم غادي تنطلق ان شاء الله الفعاليات ديال هذا المؤتمر هذا من خلال الجلسه الافتتاحيه اللي غادي تنطلق بعد قليل، لان المؤتمرين يعني واحد العدد كبير منهم توافد، بقى غير واحد النسبه قليله كنتظروا الوصول ديالها باش تبدا الجلسه الافتتاحيه. ثم غادي تستمر الاشغال ديال المؤتمر خلال غدا وبعد غدا ان شاء الله تعالى، باش تفرز واحد النخبه شابه عاوتاني جديده، قياده جديده اللي غادي تاخذ المشعل خلال المرحله المقبله ان شاء الله من عمر هذه الجمعيه هذه. جمعيه رواد التربيه والتخييم هي جمعيه اساسا كتهتم بالمجال التربوي سواء ديال الاطفال ولا ديال الشباب، بحيث انها كتهتم انها توصل لهم الرساله التربويه اللي كتنهل من القيم ديالنا اللي هي القيم المغربيه الاصيله، اللي كتحاول ما امكن انها تستافد من التطورات الجديده اللي كاينه في الساحه الثقافيه وفي الساحه التربويه. عندنا امتداد على طول المغربي وعرضي، يعني الفروع ديالنا في جميع البقاع ديال المعمور. والحمد لله احنا دائما يعني كنحاولوا ما امكن اننا نجددوا في الادوات وفي الوسائل التربويه مع الحفاظ على القيم ديالنا باعتبارها قيم اصيله، فاحنا كنعتزوا بها وكنفخروا بها كمغاربه، وكنحاولوا اننا نطوروا في الادوات والاليات ديال الاشتغال ديالها باش تناسب مع وليدات هذا الوقت هذا ومع الشباب ديال هذا الوقت هذا. اليوم كنشهدوا واحد الحفل ديمقراطي، واحد الحفل من الاحتفالات الكبرى ديال الجمعيه في تاريخ الجمعيه، اللي هو المؤتمر الرابع، اللي اختارينا له واحد الشعار اللي هو شعار ديال ترسيخ الهويه والتنميه المستدامه. الهويه كنقصدوا بها الهويه المغربيه اولا خلال النشاطات اللي تراكمت ديال الجمعيه، خصوصا النشاط الاخر ديال المخيمات السابقه اللي كان الشعار ديالو هو مواطناتي بالاساس، اللي فيه اعاده ديال التاريخ المغربي من الدول المتعاقبه على الدول على المغرب، على حكومه المغرب، اللي في النهايه ديالها طبعا كانت الدوله العلويه، وتثمين ديال المجهودات اللي دارت في هذه الحقبه هذه، وطبعا تنميه مستدامه لان كنتكلموا على واحد التنميه ديمقراطيه مستدامه ان شاء الله دائما اللي كتحرص عليها الجمعيه في جميع الهياكل ديالها، بانها تنتخب المكاتب ديالها والمسؤولين عليها في جميع الهيئات المشرفه على الجمعيه بشكل ديمقراطي تشاركي، اللي كيحضر له جميع من الربوع المغرب كامله، وايضا من جميع الفئات العمريه اللي كاينه في الجمعيه.